بتاريخ 22 مايو 2024، وفي حدود الساعة 1:07 تدخلت إسعافات الحماية المدنية ممثلة في فرقة الغطاسين مدعمة بأعوان الحماية المدنية من أجل مباشرة عملية البحث عن غارق مفقود على مستوى الشاطئ سيدي مجدوب بالمنطقة الصخرية المعروفة بالتي، لشاب يبلغ من العمر 20 سنة، غرق على مستوى المنطقة الصخرية، حيث باشرت فرقة الغطاسين عملية البحث منذ الساعات الأولى، وهي صخرة الحماية المدنية فرقة الغطاسين بالإضافة إلى سيارة الإسعاف من أجل التدخل لإيجاد الغارق المفقود. وتذكر الحماية المدنية كل المواطنين بضرورة عدم التوافد على الشواطئ نظرا لعدم وجود عناصر الحماية المدنية على مستوى الشواطئ، وهذا نظرا لعدم بداية موسم الاصطياف اللي يبدأ أول جوان، وكذلك وجود ما يعرف بالتيارات البحرية الساحبة نظرا لحالة الجو غير ملائمة للسباحة، بالإضافة إلى برودة الطقس، وهذا يعود إلى خطورة السباحة في الشواطئ.